الله الله على الأزهر الله 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 أكبر كرم الدنيا كما تذكر رولت وصفنا وشحن صفة وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكل ميتين يا الله مشتاق لناسها الطيبين ودياما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء بقدر نقول ما تشاءتنا ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله كفى وأصلي وأسلم على عباده الذين اصطفى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم أما بعد وقف بنا القول في مبحث التقديم عند الإمام عبد القاهر رحمه الله في إطار ما يسوقه من حجج لغوية لإثبات مناط المزية في الكلام وأن مزية الكلام إنما ترجع إلى النظم الذي هو توخي العلاقات النحوية بحسب الأغراض التي تقصد أي اختيار أنماط من العلاقات النحوية في الكلام تلائم المقصد الذي يرمي إليه المتكلم وكان مما تكلم فيه في التقديم أنه نعى على الناس الذين يصغرون أمر التقديم وقالوا إن تصغيرهم أمر التقديم قد انصرف لكل شيء بعد ذلك في العلاقات النحوية كالتعريف والتنكير وما إلى ذلك وبينا كيف الله الله على الأزهر الله 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 رولت وصفنا وشحن صفة وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكل ميتين يا الله مشتاق لناسها الطيبين ودياما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء بقدر نقول ما تشاءتنا الله ندعي لهم الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على عباده الذين اصطفى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم أما بعد وقف بنا أنني حينما يكون الفعل كائنا وموجودا وفي الكلام ما يدل على أنه حاصل حادث فلا يجوز أن تذكر الفعل بعد الهمزة فلا يجوز أن تقول أبنيت هذا البناء لأن وجود الفعل بعد الهمزة يعني أن الفعل موجود أو غير موجود مع أن قولك هذا البناء يشير إلى أن الحدث موجود فالصواب أن يقال أأنت بنيت هذا البناء لماذا؟ لأن الشك في من بنى وليس الشك في بناء مقام ولا بناية تمت ثم يقول أيضا ومعنى هذا أنك تجد هناك تعبيرات فاسدة إذا لم تؤمن بهذه القاعدة فمثلا لا يجوز أن توجه استفهاما لشيء عام فلا يجوز أن تقول أأنت شربت ماء البحر لأن معنى قولنا أأنت شربت ماء البحر حينما تضع أنت بعد الهمزة معناه أن شربا لماء البحر كله قد حصل وأن الشك في من شرب وفي تعيين من شرب وهذا محال يعني ليس هذا خطأ نحويا ولكن هذا من المحالات العقلية وهذا الكلام مثله قد ذكره سيبويه رحمه الله في الكتاب فحتى يكون تعبيرك تعبيرا صحيحا تقول أشربت ماء البحر
لماذا؟ لأن الشك حينئذ سيكون في وقوع الحدث وعدم وقوعه، فأنت لم تثبت أن محالا قد وقع. ثم انتقل الشيخ عبد القاهر بعد ذلك وقال: والذي كان في الهمزة وهي للاستفهام الحقيقي هو ماثل فيها أيضا إن خرجت إلى معنى مجازي كالتقرير أو الإنكار، والإنكار نوعان: إما أن يكون إنكارا تكذيبيا بمعنى النفي، يعني معناه أن المعنى يحاذي لم يكن، وإما أن يكون إنكارا توبيخيا بمعنى ما ينبغي أن يكون، فيسمونها همزة الانبغاء. فالإنكار كما قلنا، أو الهمزة حينما تخرج من معنى الاستفهام إلى معنى الإنكار، يكون الإنكار على ضربين: إما أن يكون إنكارا تكذيبيا بمعنى النفي يحاذي لم يكن، أفأصفاكم ربكم بالبنين لم يكن إصفاء، أصطفى البنات على البنين لم يكن اصطفاء. ولذلك الإنكار دائما يتوجه إلى، أو صورته أن تكون الهمزة وقع بعدها فعل ماض، فيتوجه التكذيب إلى الماضي، لكن لا يعقل أن يتوجه التكذيب إلى المستقبل. فلذلك همزة الانبغاء أو ما ينبغي أن يكون، هو الاستفهام الإنكار التعجيبي أو التعجبي، يكون الفعل بعد الهمزة على صورة ماذا؟ على صورة المضارع أو المستقبل. في الفقرة السادسة بعد المئة حتى يستمر الكلام: واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كان، وإنكار له لمكان، وتوبيخ لفاعله عليه. بإذن عندك الهمزة تخرج لمعان ثلاث: التقرير، الإنكار التكذيبي، الإنكار التوبيخي. ولها مذهب آخر، وهو أن يكون الإنكار، أن يكون الفعل قد كان من أصله. ومثال قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وقوله عز وجل: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. السؤال هنا: لماذا لم يكن التكذيب بالأسلوب المباشر؟ يعني ماذا لو تخيلنا أن نظم القرآن في الأسلوب المباشر كان سيقول ماذا؟ سيقول: لم يصفكم ربكم بالبنين ولم يتخذ من الملائكة إناثا. لم يصطفي ربنا البنات على البنين، هذا الأسلوب المباشر في النفي. فلماذا عدل القرآن العظيم عن الأسلوب المباشر وأتاك بالاستفهام الذي ستصل منه إلى النفي؟ فأن تصل إلى المقصد بالأسلوب المباشر أفضل، أم أن تصل إليه بواسطة أسلوب آخر؟ كيف هذا؟ يعني أنا الآن إذا أردت أن آتي إلى الجامع الأزهر والكلية ها هنا، الأفضل أن آتي هكذا أم أخرج على صلاح سالم وأمر من شارع بورسعيد وآتي إلى الأزهر؟ كل له مقامه، كل له مقامه. فهناك يحسن في بعض الأمور أن تأتي بالأساليب غير المباشرة، وهناك يجب أن تأتي بالأساليب المباشرة. وهذا ما تراه ماثلا واضحا في حديث القرآن عن الحدود، يحدثك بالأسلوب المباشر. ومن هنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فإيراد الأساليب غير المباشرة في التعبير عن الحدود لا يمكن أن يكون ذلك من البلاغة، لابد أن يكون ذلك من الأساليب المباشرة الصريحة الواضحة المحددة حتى لا تكون هناك شبهة.
فيكون في مثل هذا من الأساليب البليغة. ولكن هذه أساليب تبكيت، وأساليب التبكيت أوقعها في نفس المبكت ما كان غير مباشر. فلذلك فضل استخدام هذا الأسلوب على الأسلوب الذي نقترحه لم يصطفي ربكم البناء، لم يصطفي ربكم أو لم يصفكم ربكم بالبنين ولم يتخذ من الملائكة إناثا، هذا الأسلوب المباشر. الأسلوب المستخدم أفأصفاكم ربكم بالبنين. فلنتعلم شيئا مهما، أن الهمزة نعم هنا في معنى مجازي، ولكن صورتها الأصلية وضعها الأصلي في الاستفهام ماثلة في الذهن. فمجرد أن يلقى هذا الأسلوب معناه أنهم سيبحثون عن إجابة له حتى يقولوا نعم أصفانا ربنا بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا بدليل كذا. لكن هذا الحوار لم يقع أساسا ولم يكن له وجود، لم يكن هناك عرض من ربنا على هؤلاء ولا تخيير من ربنا لهؤلاء أن يختاروا أحد الجنسين البنات أو البنين. هل كان هذا واقعا قبل ذلك لأمة العرب أو لغيرها؟ لم يكن واقعا. فحينما يبحثون فلا يجدون جوابا يجيبون عن هذا السؤال، فينتبهون أن المراد تكذيبهم، فحينها سيقولون لم يصفنا ربنا بالبنين. ولأن تصل إلى نفي ما تعتقد أنت خير من أن أنفي لك ما تعتقد خطأ. أيهما أبلغ؟ أن أنفي أنا لك ما تعتقده خطأ، أم أصل بك أنت إلى أن تنفي ما تعتقده خطأ؟ فمن أجل هذا كان الأسلوب البلاغي أوقع وأقنع وأوجع في الدلالة على المعنى. هذا ماثل في كل استفهام خرج عن معناه الحقيقي إلى معناه، إلى معناه المجازي، حتى توقف أو حتى يقف المستمع موقف المسؤول ثم يبحث عن الجواب فلا يجد جوابا فيرتدع ويعلم أنه على خطأ. وفرق كبير بين أن أعلمك أنك مخطئ وبين أن أصل بك إلى أن تقر أنت بالخطأ. هذا هو فضل هذا الأسلوب. فهذا رد على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما يؤدي إلى هذا الجهل العظيم. وإذا قدم الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل. ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعرا، أأنت قلت هذا الشعر؟ كذبت، لست ممن يحسن مثله. قوله كذبت ليس لست ممن يحسن مثله تفسير لمعنى الاستفهام في أأنت قلت هذا الشعر. بما ذكره الشيخ كذبت لست مما تفسير لمعنى الإيه؟ تفسير لمعنى الاستفهام. ولكن كما قلت أتى بهذه الصورة حتى يقول هو أنا كذاب. ففرق بين أن تقول لرجل أنت كاذب وبين أن تصل به لأن يقول نعم أنا كذاب. فهذا هو الأبلغ وهذا الذي يريده الشيخ. هذه صورة أخرى وهي واقعة في القرآن الكريم، وقد يكون أن يراد إنكار الفعل من أصله أنه لم يكن له وجود أساسا، ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا كان الإنكار في الفاعل. مثال ذلك قوله تعالى قل الله أذن لكم، والإذن راجع إلى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا سياق الاستفهام. الشاهد في قول ربنا قل الله أذن لكم، ربنا يحدث اليهود يقول لهم أنتم تقولون إن الحوايا حرام
وإن كذا من الأنعام حرام، وإن كذا حرام، وإن كذا حلال. فالحلال والحرام لا يكون إلا بإذن وتشريع من الخالق، أليس هذا صحيحا؟ فهنا هم فعلوا ما لم يكن عندهم في شريعتهم نص عليه ولا إذن به، إذن الإذن لم يكن موجودا، فكان الظاهر أن يتوجه الاستفهام إلى الفعل، أأذن الله لكم؟ كان الظاهر هكذا أن يتوجه الاستفهام إلى الإذن، هل الإذن موجود أم غير موجود؟ ولكن القرآن عبر بغير هذه الطريقة، عبر كأن الإذن موجود حينما قدم لفظ الجلالة على أذن وجعله بعد الهمزة، فجعل الإذن في صورة الموجود، وجعل الشك في من أذن، الله أم غيره. الشيخ عبد القاهر يقول هذه صورة بليغة جدا، لماذا؟ لأن السياق والمقام يقتضي أنه لا يوجد إذن، فكان يجب أن يتوجه الاستفهام إلى ماذا؟ إلى الإذن، فتوجه الاستفهام إلى الآذن ولم يتوجه إلى الإذن، وهذا فيه استدراج لهم حيث جعلهم ربنا في صورة من عنده إذن، وجعلهم في مقام تعيين الآذن فقط وتحديد من الذي أذن بهذا، فحينما يرجعون إلى أنفسهم لا يجدون آذنا ولا يجدون إذنا، لكن لو قال أأذن الله لكم لتوجه السؤال إلى الإذن، أموجود أم غير موجود، ولكنه كأنه وجه سؤالين، جعل الإذن كأنه موجود وجعل الخلاف في الآذن، فحينما يبحثون عن الآذن لن يجدوا آذنا ولن يجدوا إذنا، فيكون هذا أبلغ. ولكن الشيخ عبد القاهر وضع قاعدة لهذا النمط من الأساليب، ما هذه القاعدة؟ هذه القاعدة أنه لا بد أن ينحصر الفعل في فاعل واحد وهو الله، هل هناك مشرع غير الله؟ يبقى شرطه أن يكون الفاعل واحد. يعني سأضرب لكم مثالا سهلا لأني أستشعر أن الرسالة لم تبلغ، تحدد لي أنني أشرح لكم دلائل الإعجاز، ومعروف أنني أحضر لكم الأحد والثلاثاء، فيلقاني محمد فيقول لي نعم لقد سمعناك يوم الاثنين في شرح دلائل الإعجاز في رواق الأتراك، فأقول له أأنا شرحت درس دلائل الإعجاز يوم الاثنين؟ أأنا شرحت؟ لم يكن هناك شرح إذنا يوم الاثنين، هل كان هناك شرح؟ لم يكن شرح. أأنا شرحت؟ لماذا؟ لأن الفاعل الآن منحصر في واحد فقط، فكان ينبغي أن يكون الظاهر أن أقول له أشرحت يوم الاثنين، ولكني اعتبرت أو جاريته في الكلام على أن الفعل قد وقع، وأن الخلاف في من؟ وأن الخلاف في الفاعل. الصورة الآن صارت أقرب، فهذا يكون أبلغ في انتفاء وقوع الفعل. لماذا؟ لأنك نفيت الفاعل ونفيت الإيه؟ الفعل. نقرأ العبارة مرة أخرى. وقد يكون أن يراد إنكار الفعل من أصله ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا كان الإنكار في الفاعل، مثال ذلك قوله تعالى قل آلله أذن لكم
الإذن راجع إلى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، لأنه يلزمهم إذا كان هناك آذن آخر أن ينزل رزقا، ولا يستطيع أحد أن يجادل في هذا الأمر. ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوه من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله، إلا أن اللفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك لأن يجعله في صورة من غلط فأضاف إلى الله تعالى إذنا كان من غير الله فإذا حقق عليه ارتدع. ومثال ذلك قولك للرجل يدعي أن قولا كان ممن تعلم أنه لا يقوله، أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلط؟ تضع الكلام وضعه إذا كنت علمت أن ذلك القول قد كان من قائل، لينصرف الإنكار إلى الفاعل فيكون أشد لنفي ذلك وإبطاله. ونظير هذا قوله تعالى قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. شكل الكلام أن التحريم موجود وأن المحرم موجود معروف، ولكن الخلاف فقط في من وقع عليه التحريم، ولكن الحق أنه لم يكن تحريم ولم يكن محرم ولم يقع شيء من التحريم على شيء، فهذه درجات ثلاثة في النفي. وهذا من بلاغة القرآن النادرة. فيقول أخرج اللفظ مخرجه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد أشياء، ثم أريد معرفة عين المحرم، مع أن المراد إنكار التحريم من أصله ونفي أن يكون قد حرم شيء مما ذكروا أنه محرم، وذلك أن الكلام وضع على أن يجعل التحريم كأنه قد كان، ثم يقال لهم أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم فيما هو، أفي هذا أم ذاك أم في الثالث، ليتبين بطلان قولهم ويظهر مكان الفرية منهم على الله تعالى. لكن شرط هذا الأسلوب كما ذكرنا أن يكون المقدم واقع تحت الحصر منحصر في هذا. لماذا؟ لأن عندنا الأنعام نوعان، إما أن يكون ذكراً وإما أن يكون، فيقول لهم أروني على أي نوعين وقع التحريم، على الذكر أم على الأنثى؟ فهل هناك أنواع في الأنعام غير هذين النوعين؟ يبقى الشرط أن يكون محصوراً. ومثال ذلك قولك للرجل يدعي أمرا وأنت تنكره، متى كان هذا؟ أفي ليل أم نهار؟ لأن الزمن لا يخرج عن ليل أو نهار. تضع الكلام وضع من سلم أن ذلك قد كان، ثم فهذا يعني هذا الأسلوب يتضمن بداخله مجاراة الخصم، يعني سأوافقك على أن ذلك حصل وعلى أن ذلك حصل مني، ولكن أنا الآن أسأل عن الوقت الذي وقع في هذا الأمر، أفي ليل أم في نهار؟ فهذا كله يعد استدراجا للخصم ومجاراة له حتى تحقق عليه الكلام، فلا يجد جوابا فيرتدع ويعيا بالجواب كما ذكر الشيخ، لكي يتبين كذبه إذا لم يقدر أن يذكر له وقتا ويفتضح. ومثله قولك من أمرك بهذا منا وأينا أذن لك فيه وأنت لا تعني أن أمرا قد كان بذلك من واحد منكم. الرجل الشيخ يريد أن يقول لك إن هذا الأسلوب يستخدمه الناس في عاميتهم في حياتهم العامة، وأنت تستخدمه أو الرجل يستخدمه حتى مع أولاده، يقول له تعالى من الذي قال لك افعل كذا، أنا أم أمك؟ لأن الأمر لا يصدر إلا منهما، أنا أم أمك؟ فهذا الأسلوب الذي يستخدمه الناس في عاميتهم، لأن هذا في فطر الناس في كل لغة من اللغات. ينتقل الشيخ بعد ذلك، لأن الحديث الذي مضى رأينا أن الهمزة خرجت عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي،
وأن الذي يلي الهمزة فيما مضى الفعل الماضي، والذي يليها الآن في الفقرة السابعة بعد الماء الفعل الإيه؟ المضارع. وإذ قد بينا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم والفعل ماضي، فينبغي أن ننظر فيه والفعل مضارع، والقول في ذلك أنك إذا قلت أتفعل وأأنت تفعل لم يخل من أن تريد الحال أو الاستقبال. فإن أردت الحال كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي، فإذا قلت أتفعل كان المعنى على أنك أردت أن تقرره بفعل هو يفعله، أي في المضارع، وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن. وإذا قلت أنت تفعل كان المعنى على أنك تريد أن تقرره بأنه الفاعل، وكان أمر الفعل في وجوده ظاهرة، وبحيث لا يحتاج إلى الإقرار بأنه كائن. وإن أردت بتفعل المستقبل، إذن هنا الفعل يمكن أن تستخدمه بصيغة المضارع، الصيغة واحدة، ولكن مرادك باستخدامه في الأمثلة السابقة المضارع، فلا يخرج الأمر عن حالتين: إما أن تذكر الفعل المضارع بعد الهمزة، وإما أن تذكر الفاعل. فإن ذكرت الفاعل والفعل مضارع كنت قد أقررت بوقوع الفعل، ولكن إن ذكرت أتفعل والفعل واقع، يعني أنا أقول لك أتفتح الكتاب، أنت الآن تفتح، أتفتح الكتاب، وجهت أنا الاستفهام لماذا؟ لفعل واقع، معناه أنني تجاهلت وقوع الإيه؟ وقوع الفعل. فأقول لك أتفتح الكتاب، لكن حينما أقول لك أأنت تفتح الكتاب معناه أنني أقر أن الكتاب مفتوح وواقع، ولكني أريد أن أؤكدك على شيء، معناه يعني أنت لا تصدقني فتفتح الكتاب. هذا في المضارع. يبقى هذه حالة مضارع، نحن جميعا نفتح الكتاب، فإذا قلت أتفتح الكتاب كان هذا تجاهلا مني لفتح الكتاب، كأنه غير موجود وأنا أسأل عن وجوده مع أنك تفعله. وإذا قلت أأنت تفتح الكتاب كان لي مقصد آخر أوجهه لك أنت. أما المستقبل فيكون الفعل غير، يكون الفعل غير واقع. أتسافر بعد الدرس؟ فهذا يكون مستقبلا. أأنت تسافر بعد الدرس؟ يكون هذا مستقبلا. هذه الصورة التي يريد الشيخ أن يدربكم عليها. نعم. سيأتي الآن، سيأتي الآن، ولكن فقط حتى أدرب الجلوس على تنزيل ما في واقعنا على ما في الكتاب حتى تثبت الصورة في الأذهان. أما الدلالات ستأتي الآن، وتأتي آيات قرآنية دالة على هذا الكلام. يبقى إذن هنا، لأن لغة الشيخ لغة صعبة، فلذلك بعدما شرحت هذا الشرح سنقرأ على السريع. والقول في ذلك أنك إذا قلت أتفعل وأنت تفعل لم يخلو من أن تريد الحال، أتفتح الكتاب أنت تفتح الكتاب، أو الاستقبال، أتسافر بعد الدرس أنت تسافر، الصورة واحدة. فإن أردت الحال كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي. ما الذي مضى في الماضي؟ لا، الذي مضى في الماضي أن الهمزة للتقرير أو للإنكار بنوعي، أو الإنكار، إما التقرير وإما الإنكار، هذا معنى قوله. فإن أردت الحال كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي، أي أن الهمزة يكون معناها التقرير أو الإنكار. فإذا قلت أتفعل
كان المعنى على أنك أردت أن تقرره بفعل هو يفعله، أتفتح الكتاب؟ يبقى أنا أريد منك أن تقر أنك تفتح الكتاب، يبقى الهمزة للتقرير وليست للاستفهام، لأني لا أستفهم عما هو موجود، يعني لا يمكن أن يكون الاستفهام على حقيقته لأني أسأل عن شيء موجود. وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن، وإذا قلت أنت تفعل كان المعنى على أنك تريد أن تقرره بأنه الفاعل، يعني حينما أقول لك أنت تفتح الكتاب معناه أنني أريد أن تقر هل أنت الذي فتحت أم أن غيرك هو الذي فتح، معي؟ فمعنى هذا أن الهمزة للتقرير والفعل ماضي. وكان أمر الفعل في وجوده ظاهرا وبحيث لا يحتاج إلى الإقرار بأنه كائن. وننتقل إلى الصورة الثانية، المستقبل. وإن أردت بتفعل المستقبل كان المعنى على أن كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه، يعني حين أقول لك أتصعد إلى السماء، يعني ما أنت أقل من هذا، فمعنى هذا أن الفعل إذا كان للمستقبل فأنت توجه الإنكار يكون ذلك إنكاراً أن يكون، وتزعم أنه لا يكون أو أنه لا ينبغي أن يكون. يبقى إذن هنا إذا كان الفعل الذي يلي الهمزة مضارعاً كانت الهمزة للتقرير بالفعل، وإذا وليها الفاعل والفعل مضارع يراد به الحال فالمراد التقرير بأنه الفاعل، التقرير بالفعل. وإذا كان المضارع مرادا به الاستقبال فالهمزة يراد بها أحد معنيين، يراد بها الإنكار التكذيبي أو الإنكار التوبيخي، هي همزة الانبغاء، وتزعم أنه لا يكون أو أنه لا ينبغي أن يكون. مثال الأول وهو الإنكار التكذيبي، قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجع ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، هو ينكر على من توعده بالقتل، فيقول كيف يتأتى لمثل هذا أن يقتلني والمشرفي أي السيف ينام بجواري وتنام السهام الحربية أيضا بجواري التي أسنانها كأنياب الغول، فكيف يتأتى بمثل هذا لمثل هذا أن يقتلني وأنا محروس بالسيف ومحروس بالسهم، والمعنى واضح. فهنا أيقتلني، هل القتل يقع حالا ولكن مستقبل، فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل، بمعنى أيقتلني والمشرفي مضاجعي لن يكون منه قتل، يبقى المعنى يحاذي في النفي إيه؟ لن يكون منه قتل، كما كان هناك في الماضي لم يكن، فهنا لن يكون، فهذا يسمى إنكار تكذيب معنى، يبقى المعنى يحاذي لن يكون منه قتل لي ولن يحدث منه هذا لأنني محروس بالسيف المشرفي بجواري، فهو ينام بجواري وبالسهام التي هي كأنياب الغول. وإنكار أن يقدر على ذلك يستطيعه، ومثله أيضا أن يطمع طامع في أمر لا يكون مثله، كأن تقول أنت أنا أطير في الهواء، فأنت تنكر عليه هذا الأمر، تقول أتطير في الهواء؟ هذا لن يكون، أنت أحقر من أن تصنع هذا، جيد؟ وهذا كمثل من يرسب في 12 مادة بضعيف جدا من 14 مادة فيقول العام المقبل سأحصل على تقدير ممتاز،
فأقول له أتحصل على تقدير ممتاز؟ لن يكون. بهذا إنكار، إنكار تكذيب، لن يكون، أنت أقل همة من هذا. فتجهله في طمعه فتقول أيرضى عنك فلان وأنت مقيم على ما يكره؟ أتجد عنده ما تحب وقد فعلت وصنعت؟ وعلى ذلك قوله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يا الله، انظروا كيف يحترم ربنا العقل الذي خلقه، ويقول رغم أن الحقيقة هي ما أقوله وما أوحي به لأنبيائي، ولكني أسمو بالعقل أن ألزمه بهذا، رغم أن الحقيقة والشريعة أمر لا حقيقة بعد، ولكن ربنا يقول ومع هذا لن يكون منا إلزام بهذا، ولكن لابد أن يكون اعتناق ذلك اختيارا لا إجبارا. فهي تتناغم مع قوله تعالى لا إكراه، لا إكراه في الدين. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، لن يكون، يعني لن يكون منا إلزام بشريعتنا لأحد ما لم يؤمن بها. ومثال الثاني، مثال الثاني وهو ماذا؟ تقديم، تقديم الاسم. يعني نحن الآن في النمط الثاني المستقبل، فأخذنا صورة، يبقى عندك نمطان، حال له صورتان، أن يكون الفعل بعد الهمزة، أن يكون الفاعل بعد الهمزة، وفي كل يراد التقرير. عندنا النمط الثاني الاستقبال وله صورتان، الصورة الأولى أن يكون الفعل بعد الهمزة، الصورة الثانية أن يكون الفاعل بعد الهمزة، وفي كلتا الحالتين المراد الإنكار، إما أن يكون إنكارا تكذيبيا بمعنى النفي لن يحدث، وإما أن يكون إنكارا توبيخيا بمعنى الانبغاء لا ينبغي أن يكون، كأن تقول أتترك أباك وحده في البيت؟ يعني لا ينبغي، لأن لا ينفع الإنكار هنا، ولكن المعنى يساوي لا ينبغي أن يكون. أتترك أمك وهي مريضة؟ بمعنى أن هذا توبيخ، يعني لا ينبغي أن يكون، وهذا في المستقبل. وحينما أقول أأنت تترك أمك مريضة في البيت، يكون هذا أيضا توبيخا للفاعل، فيقول ومثال الثاني قولك لرجل يركب الخطر أتخرج في هذا الوقت؟ يعني لا ينبغي أن تخرج. أتذهب في غير الطريق؟ لا ينبغي أن تذهب. أتغرر بنفسك؟ وقولك للرجل يضيع الحق أو يضيع الحق، أتنسى قديم إحسان فلان إليك؟ أتترك صحبته وتتغير عن حالك معه لأن تغير الزمان كما قال أأترك أن قلت دراهم خالد زيارته إني إذا للئيم. يعني لأن الأموال قد انتهت من عنده وصار من عندي وصار فقيرا، أأترك زيارته؟ يبقى هذا لن يكون. وجملة الأمر كل ذلك لا تنسوا أيها الأحبة أن الشيخ يسوق ذلك حجة لغوية ليدلكم على أن الذي يؤثر في المعنى هو النظم، وأنت ترى ذلك ماثلا في تقديم كلمة فيختلف المعنى عن تقديم أخرى، واختلاف صورة فيختلف المعنى، وأن هذه الصنعة هي التي يتفاوت فيها الناس. وقل مثل ذلك في كل الأساليب البلاغية، يعني حينما تقرأ قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، هل تستطيع أن ترد كل شيء لأصله؟ الشيطان يعدكم، هذا نمط، ويأمركم بالفحشاء،
يعني الشيطان يرصد لك على أبواب الخير فيدلك على أن فعلك الخير سيؤثر على رزقك ويضيق عليك. حينما تتصدق يقول لك أولادك أولى، حينما تريد أن تفرغ وقتا للصلاة يقول لك العمل عبادة، حينما تريد أن تصوم تطوعا يقول لك العمل عبادة والصوم سيؤثر عليه. ففي مئف على أبواب الخير كلها يرصد الشيطان من باب الوعد الوعيد بأنك ستصاب بالفقر ما دمت في هذه الطاعة. أتجلس في المسجد تذكر الله وتترك السعي؟ إذن ستصاب بالفقر، الشيطان يعدكم الفقر. النمط الثاني ويأمركم، سبحان الله، يعني طريقه الأول التخويف وطريقه في الثاني الأمر، وهذا يمثل سرعة استجابة العصاة للشياطين، وأن سرعة استجابتهم للشيطان تكون بمثابة استجابة المأمور للآمر، فيريك كيف يكون البشر خائبا. فلذلك عبر ربنا ويأمركم بالفحشاء. فانظر الفرق الواضح بين النسيج يأمر والفحشاء. كلمة يأمركم متوجهة إلى الخير دائما، فحينما تتوجه إلى الفحشاء انظر كيف تكون صورتك. الشق الثاني أن الإغواء من الشيطان يرده الإغراء من الرحمن. ما سبق كان من الشيطان إغواء، وما لحق كان من الرحمن إغراء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا من أسلوب اللف والنشر غير المرتب، وأصل النظم في غير كلام الله الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم منه فضلا. الشيطان يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة. فهنا ربنا وقد جاء بأسلوب اللف والنشر غير المرتب ليصور لك هذه الحالة النفسية التي يعيشها المسلم بين المطرقتين، إغراء الرحمن في قلبه وإغواء الشيطان يلف به من حوله. فجاء التعبير بأسلوب اللف والنشر ليصور لك هذه الحالة، وأنت سترد كل شيء لأصله. ولتتعلم هذا الأمر أن طريق الإغواء طريق التفافي وليس طريقا مباشرا. فكلما وعدك الشيطان بالفقر قل فضل الله واسع، لقد كنت كذا فصرت كذا، ولقد مر بي ضيق يوم كذا ففرج الله علي بكذا. يبقى معناه الله يعطيك الأسلحة التي تستعين بها على إغواء الشيطان بإغراء الرحمن. وحينما يقول لك افعل المعصية إذني فقد زنيت مرات قبل ذلك وإنه عذاب واحد وأنت معذب معذب لا محالة ما دمت قد ارتكبت الكبيرة، فتأتي الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فجاء النظم بهذا الأسلوب المتشابك الذي إن أردت أن تتحدث عنه بلاغيا ستمكث وقتا طويلا في التقديم والتأخير، وهذه البنية التركيبية العجيبة في كلام ربنا تبارك وتعالى. ويكفيك أن ترى ويأمركم بالفحشاء، ومعروف أن الأمر لا يكون إلا بخير. وجملة الأمر، هذا ما يريد الشيخ أن يجعله فذكى لما مضى، يعني ويلخص لك ما مضى. وجملة الأمر أنك تنحو بالإنكار نحو الفعل، فإن بدأت بالاسم فقلت أنت تفعل أو قلت أهو يفعل، كنت وجهت الإنكار إلى نفس المذكور،
وأبيت أن تكون بموضع أن يجيء منه الفعل وممن يجيء منه، وأن يكون بتلك المثابة. تفسير ذلك أنك إذا قلت أأنت تمنعني، أأنت تأخذ على يدي، صرت كأنك قلت إن غيرك الذي يستطيع منعي والأخذ على يدي، ولست بذاك، ولقد وضعت نفسك في غير موضعك هذا. إذا جعلته لا يكون منه الفعل للعجز ولأنه ليس في وسعه. الشيخ عبد القاهر في هذا الكلام يريد أن يريك الأنماط أو أنماط المعاني حينما يكون الفاعل واقعاً عقب الهمزة، أو حينما يلي الهمزة الاسم حتى يكون التعبير دقيقاً، ويكون الفعل فعلاً مضارعاً أو مستقبلاً. الماضي خلاص انتهى، الماضي أو مستقبلاً. فيقول لك هذا لا يخلو، أو صور هذا الكلام لا تخلو من الآتي: إما أن تتهمه بالعجز، أن يكون ذلك منك تهمة بالعجز، وذلك كأن يقف أحدكم الآن فيلقاه صبي صغير عنده 4 سنوات فيقول لك: عمو أنا سأمنعك من الخروج. فتقول له: أأنت تمنعني؟ معناه أنت أعجز من أن تمنعني. هذا نمط، هذه الصورة. انظر إلى الشيخ كيف يرسم لك صور المعاني، فيرسم لك هذه الصورة، صورة أخرى. وقد يكون أن تجعله لا يجيء منه لأنه لا يختاره ولا يرتضيه، وأن نفسه نفس تأبى مثله وتكرهه. ومثاله أن تقول: أهو يسأل فلانا؟ هو أرفع همة من ذلك. الصورة الثانية، يعني الصورة الأولى التي ذكرتها، اتهام للفاعل بالعجز وأنه أقل من أن يفعل هذا. الصورة الثانية إكبار للفاعل وتعظيم له أن يصدر منه هذا. يعني حينما يقول لك أحد: والله اليوم سأضرب فلانا بالنعل أمام الناس، فتقول له: أأنت يصدر منك هذا؟ لا، أنت أرفع. يبقى الهمزة هنا للإنكار، يعني لن يكون منك لأنك أرفع همة من ذلك ولأنك أكثر احتراما من ذلك. فهذه صورة أخرى. يبقى الصورة الأولى تنكر عليه لعجزه، الصورة الثانية تنكر عليه لسمو مكانه. الصورة الثالثة: وقد يكون أن تجعله لا يفعله لصغر قدره وقصر همته، وأن نفسه نفس لا تسمو. وذلك قولك: أهو يسمح بمثل هذا؟ أهو يرتاح للجميل؟ هو أقصر همة من ذلك. يبقى الأولى أعجز، الثانية أرفع، الثالثة أقل همة، يعني لا يصدر مثل هذا منه مثل هذا. واضح أم نمثل؟ يعني أنا لا أريد أن أسترسل مع يعني نصوص الشيخ، لأن إن استرسلت بالشرح والتفصيل يعني سيمتد بنا الوقت طويلا. وجملة الأمر أن تقديم، يعني الرجل قال هنا قبل ذلك: وجملة الأمر في الفقرة 8 بعد 100، وفي الفقرة 9 بعد 100 يقول أيضا: وجملة الأمر. فأي أمر يريد أن يجمله؟ وجملة الأمر هنا يريد أن يجمع لك صور المعاني حينما يتقدم الاسم ويكون عقب الهمزة والفعل مضارعا حالا أو استقبالا، فيقول لك: لا يخلو هذا من أنك تريد كذا. أما جملة الأمر الثانية: وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضي أنك عمدت بالإنكار إلى ذات من قيل إنه يفعل أو قال إني أفعل، وأردت ما تريده إذا قلت: ليس هو بالذي يفعل، وليس مثله يفعل، ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلت أتفعل. كل هذا يريد أن يحفر في ذاكرتكم أن هناك فرقا كبيرا في المعنى بين أن يكون الاسم بعد الهمزة وبين أن يكون الفعل بعد الهمزة.
وأن مرجع ذلك ليس للألفاظ ولا لاختياراتها، وإنما مرجع ذلك للنظم وبنية الجملة. ألا ترى أن من المحال أن تزعم أن المعنى في قول الرجل لصاحبه أتخرج في هذا الوقت، أتغرر بنفسك، أتمضي في غير الطريق، أنه أنكر أن يكون بمثابة من يفعل ذلك وبموضع من يجيء منه ذاك، لأن العلم محيط بأن الناس لا يريدونه وأنه لا يليق بالحال التي يستعمل فيها هذا الكلام. وكذلك محال أن يكون المعنى في قوله جل وعلا أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أن لسنا بمثابة من يجيء منه هذا الإلزام، وأن غيرنا من يفعله جل الله تعالى. يريد الشيخ أن يقول أن يعني إذن جملة الأمر هنا غير جملة الأمر هنا. جملة الأمر في الأول يريك صور المعنى حينما يكون الاسم بعد الهمزة، أما الثانية جملة الأمر أن هناك فرقا عظيما في المعنى بين أن يكون الفعل بعد الهمزة وبين أن يكون الاسم بعد الهمزة. فيقول لك حينما تقول وأورد لك هذه الايه أورد لك هذه الأمثلة، أتغرر أتخرج، كلها أمثلة مما جاء الفعل فيها بعد الايه بعد الهمزة. فيقول من المحال، من المحال هذا تحدي، يعني معناه أروني عالما يقول إن المراد من المعنى هنا أنك تنكر على الفاعل، لكن المعنى أنك تنكر الايه الفعل. وقد يتوهم المتوهم في الشيء من ذلك أنه يحتمل. كيف هذا؟ يتوهم المتوهم في بعض الأساليب أن المراد التوجه بالإنكار إلى الفعل، إلى الفاعل، في حين أن المراد التوجه بالإنكار إلى ماذا؟ إلى الفعل. فيقتلني، وربما يقول لك وهذا قد يكون ناتجا عما يوجد في سياق الكلام من بعض الكلام، يعني مثلا أيقتلني، لأن قبل أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، قبلها يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي. تعرفون البكر؟ البكر هو ولد الناقة، ولد الإيه؟ الناقة الصغير. اللي عندنا في مصر في الفلاحين يقول عنه البعرور. يغط غطيط البكر وبيصف من يتوعده بالقتل، فيقول هو يصنع هكذا هذا معنى الايه غطيط البكر، يكون ولد الناقة حولها فيشده صاحبه ليرتضع أمه أو ليربطه، وهو صغير، وهو صغير يعني كأنه يعني يخيف صاحبه، فهذا معه. فيقول هذا الذي يتوعدني أنه يقتلني إنما هو كولد الناقة يغط غطيط البكر ليقتلني والمرء ليس بقتالي، أيقتلني. فتتوهم أنت أن الإنكار على الفاعل أنه لن يكون منه قتل بحكومة السياق، يقول لك هذا باطل، هذا وهم، ولكن الإنكار متوجه إلى الفعل، لأن إنكار الفعل هنا أبلغ. لماذا؟ لأنني لو قلت إن الإنكار في شعر امرئ القيس هنا متوجه إلى الفاعل لكان ذلك إثباتاً أن غيره يصدر منه هذا، ولكن امرئ القيس يريد أن يقول لا هو يقتلني، لا يصدر منه، ولا لن يكون قتل لا منه ولا من غيره. فهمنا الصورة؟ لا أنا لا أقف يا شيخ محمد عند كل ما يفيد، يعني لو وقفت أنا عند النصوص لن أنتهي، ولكن أنا فقط يعني أريد أن أركز على لغة الشيخ. لكن والمرء ليس بقتالي، هذه صيغة مبالغة على غير بابها، لأن وليس معناها هنا المبالغة. لماذا؟ لأن لو معناها المبالغة على بابها لفسد مراد امرئ القيس، معناه أنه ينفي عنه المبالغة في القتل ويثبت له عدم المبالغة في القتل، وهو لا يريد أن يثبت القتل أصلا. واضح؟ فهنا صيغة المبالغة ليست على بابها، وهذا يكون أيضا من بلاغات الكلام. وقد يظن الظان
أنه يجوز. إذن هنا الشيخ يريد أن يحدد كيف ننتبه إلى دفع الالتباس في الفهم، فإنه قد يلتبس عليك أن قوله أيقتلني نفي إنكار للفاعل بحجة ما سبق البيت، وقد يظن الظان أنه يجوز أن يكون في معنى أنه ليس بالذي يجيء منه، أي ليس بالإنكار على الفعل، أن يقتل مثلي ويتعلق بأنه قال قبل يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي، ولكنه إذا نظر علم أنه لا يجوز، وذاك لأنه قال والمشرفي مضاجعي، فذكر ما يكون منعا من الفعل، ومحال أن يقول هو ممن لا يجيء منه الفعل ثم يقول إني أمنعه، لأن المنع يتصور في من يجيء منه الفعل ومع من يصح منه، لا من هو منه محال، ومن هو في نفسه عنه عاجز فعرفه. واعلم أن وإن كنا نفسر الاستفهام، إذن فهمنا أن جملة الأمر هنا ليست كجملة الأمر في الفقرة الثامنة بعد المئة. واعلم أن وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار، فإن الذي هو محض المعنى أي حقيقة المعنى أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيا بالجواب. هذا الذي حدثتكم في أول اللقاء اليوم، ما الفرق بين النفي بأسلوب النفي والنفي بأسلوب الاستفهام المجازي؟ فالرجل لخصها في هذا السطر أنه ليتنبه السامع، لأن الاستفهام طلب فهم، فسيتوهم في أول الأمر أنه يريد منه أن يبحث عن جواب، ثم يذهب ليبحث عن جواب فيعلم أنه ليس المراد الجواب، ولكنه ينكر عليه فيرتدع ويعيا بالجواب، إما لأنه ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه، فإذا ثبت على دعواه قيل له فافعل فيفضحه ذلك. يعني حينما يقول رجل أنا أستطيع حمل هذا الرواق، فأقول له أأنت تستطيع حمل الرواق؟ هذا إنكار على المستقبل، وهو عاجز عن هذا، فإن ثبت على دعواه يعني أن أصر على كذبه أقول له فافعل، فهذا معنى الكلام الشيخ. فلو قلت أنت له رددت، يعني هو يقول لك أنا سأحمل هذا الرواق، فتقول له أتحمل هذا الرواق؟ بدل أن تقول له لن تستطيع، لن يكون منك، بدل أن تقول له أنت كذاب، لأن الأسلوب المباشر أن تقول له أنت كاذب، أو أن تقول له لن تستطيع، ولكنك تعدل عن هذا الأسلوب فتقول أتستطيع ذلك؟ فيبحث، فإن أصر على موقفه قيل له فافعل ورينا، فيرتدع ويعيا بالجواب. كل ذلك الشيخ يدربك حتى تبصر استفهامات القرآن الكريم وكيف جاءت على نمط معجز من البناء، بأن يفعل ما لا يستصوب فعله، فإذا رجع فيه تنبه وعرف الخطأ، وإما لأنه جوز وجود أمر لا يوجد مثله، فإذا ثبت على تجويزه قبح على نفسه وقيل له فأرناه في موضع وفي حال وأقم شاهدا على أنه كان في وقت. ولو كان يكون للإنكار وكان المعنى فيه من بدء الأمر لكان ينبغي ألا يجيء فيما لا يقول عاقل إنه يكون حتى ينكر عليه، كقولهم أتصعد إلى السماء؟ أتستطيع أن تنقل الجبال؟ أإلى رد ما مضى سبيل؟ وإذ قد عرفت ذلك فإنه لا يقرر بالمحال، يعني يريد أن يقول لك إن هذه الأساليب إذا كانت المعاني فيها محالة فلا يجوز أن يكون المراد من همزة الاستفهام التقرير، وإنما في المحالات يجب أن يكون المراد من همزة الاستفهام الإنكار، الإنكار التكذيب أو التوبيخ.
يبقى إذا الإنكار التكذيبي أو التوبيخي في مثل هذه التراكيب يأتي في ماذا؟ في المحالات، ولا يأتي الاستفهام التقرير. وبالطبع هذا لا يكون إلا في زمن الاستقبال، لأن المحالات لم تقع ولم تقع، فلا يجوز أن تقول إن المراد بالمضارع هنا الحال، وإنما بإذن صورة أو هذه الصورة التي يتحدث عنها الشيخ تقديم الفاعل والفعل مستقبل. ليست على بابها، نعم. نعم، لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني ما في القرآن من أوصاف للذات العلية ليست المبالغة على بابها كلها، فلا يقاس هناك، يعني هناك يقال صيغة نسب، لكن هنا لا. هي خرجت عن بابها لهذا المعنى أو لغيره. الفقرة 11 بعد 100، وإذ قد عرفت ذلك فإنه لا يقرر بالمحال، وربما لا يقول أحد إنه يكون إلا على سبيل التمثيل، وعلى أن يقال له إنك في دعواك ما ادعيت بمنزلة من يدعي هذا المحال، إلى آخره. ثم يقول: وإذ قد عرفت هذا، فمما هو من هذا الضرب قوله تعالى، عشان الأخ الكريم كان بيسأل على مثل هذه الأنماط، هي ستأتي يعني. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ ليس إسماع الصم مما يدعيه أحد فيكون ذلك للإنكار، وإنما المعنى فيه التمثيل والتشبيه، وأن ينزل الذي يظن بهم أنهم يسمعون أو أنه يستطيع إسماعهم منزلة من يرى أنه يسمع الصم ويهدي العمي. يبقى حتى، لأن الشيخ هنا يريد أن يفرع لك شيء آخر، يقول لك المراد دائما في المحالات أن تكون الهمزة للإنكار، ولكنك ستجد صورا ليس الإنكار لما هو موجود، ولكن للصورة الماثلة في الذهن. ومثل لذلك بقوله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، فتقول هنا الهمزة للإنكار، ولكن لإنكار ماذا؟ لإنكار الصورة التشبيهية. لكن لم تكن هناك، أو لم يكن هناك فعل من سيدنا رسول الله في إسماع الصم أو هداية العمي، لأنه ليس المراد بالصمم الصمم الحقيقي، وليس المراد بالعمى العمى الحقيقي، وإنما المراد إسماع الكافرين، وليس المراد بإذن هنا المراد إنكار التمثيل أو إنكار الهيئة التمثيلية، وإنما المعنى فيه التمثيل والتشبيه، وأن ينزل الذي يظن بهم كذا، إلى آخره. ثم المعنى في تقديم الاسم: وأن لم يقل أتسمع الصم، هو أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأنت خصوصا قد أوتيت أن تسمع الصم؟ وأن يجعل في ظنه أنه يستطيع إسماعهم بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصم. كل هذا الكلام معناه ماذا؟ القرآن العظيم يصور شدة لهفة سيدنا رسول الله على أمته، ويصور بخع نفسه وإهلاك نفسه لهداية غير المسلمين إلى الإسلام. فربنا يقول له: أنت في فعلك هذا بمثابة من يظن أنه قادر على أن يسمع الصم أو يهدي العمي، فاخرج من هذا الظن، فاخرج. يبقى إذن ينكر الله عليه ظنه، أو ينكر الله عليه تشبهه بمن يظن هذا الظن. رأيتم درجة الإنكار؟ بإذن ينكر الله على سيدنا رسول الله أن يشبه من يعتقد أنه يسمع الصم، إلى آخره.
ومن لطيف ذلك قول ابن أبي عيينة: فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين أجنحة الذباب يضير. جعله كأنه قد ظن أن طنين أجنحة الذباب بمثابة ما يضير، حتى ظن أن وعيده يضير. المعنى مفهوم أم غير مفهوم؟ تعرفون طنين أجنحة الذباب؟ الذباب حينما تمشي بجوارك يكون يعني، ولكن أنت تحتاج إلى سماعات مكبرة للصوت جدا حتى تسمع طنين الذباب، أي صوت أجنحة الذباب وهي تطير. هل تسمعونها؟ يعني أنت تحتاج إلى جو ساكن جدا وهادئ جدا، لا يمكن أن يكون هناك أي ضوضاء حتى تسمع طنين الذباب. فيقول له: أنت تتوعدني؟ فيقول له: فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أي لن يصيبني وعيدك بضرر. فإن كان طنين أجنحة الذباب يشعر به الناس، فكذلك وعيدك سأشعر به، يعني أنت لا شيء. فهنا فلذلك قال: ومن لطيف ذلك كذا. وهذا البيت صار مما يجري مجرى المثل، وهذه يستخدمها المصريون في عاميتهم حينما يرى أحدا وكذا وكذا، يقول: أنا سامع دبانة بتزن. مش كده ولا إيه؟ عندنا في الفلاحين: أنا أسمع ذبابة تزن. وليس الذبابة تزن، ولكنه أراد أن يجعل ضجيجه بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الذبابة، فأراد تحقير فعله. فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين أجنحة الذباب يضير. يبقى هنا عندك الاسم مقدم بعد الهمزة، والمراد هنا ليس إنكار عليه، ليس إنكار أن طنين أجنحة الذباب يضير، ولكن المراد إنكار المشبه، أن فعلك هذا كفعل من يعتقد أن. يبقى الإنكار متوجه إلى المشبه لا إلى المشبه به، لأن هذا على التمثيل، يريد أن يقرب لك الصورة التي في الآية. واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا، يعني هو تكلم عن صورتين: تقديم الفعل وتقديم الفعل أو الاسم، حتى نكون ذلك الكلام دقيق. فيقول لك: هذا أيضا كائن حينما يتقدم المفعول. فحينما يتقدم المفعول معناه أن الفعل معلوم واقع، وأن الفاعل معلوم، وأن الإنكار أو التقرير يتجه إلى ماذا؟ إلى المفعول به. ومثل ذلك أيضا الجار والمجرور، إذا تقدم يكون القول فيه كالقول فيما مضى. دي طريقة القياس يتبعها الشيخ في الشرح، لأن القياس من طرق الإيه؟ من طرق الشرح أيضا، الطريقة القياسية أن تأتي ثم تقيس. واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل، أعني أن تقديم اسم المفعول يقتضي أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكون بمثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل. فإذا قلت: أزيدا تضرب، كنت قد أنكرت أن يكون زيد بمثابة أن يضرب، أو بموضع أن يجترأ عليه واستجاد ذلك فيه. ومن أجل ذلك قدم غير في قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا. هذا إنكار متوجه إلى ماذا؟ متوجه إلى المفعول. طب ماذا لو قلنا، الشيخ قال هذا كلام: قل أأتخذ غير الله وليا، وهو ما علمناه إياكم من الشيخ أنه دائما يلجأ إلى طرح البدائل التي يمكن أن تكون في الكلام، والصور التي كان من الممكن أن يأتي عليه، لتعرف الفضل الموجود في الكلام. كنت قد أنكرت أن يكون زيد بمثابة أن يضرب إلى، ومن أجل ذلك قدم غير في قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، وقوله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، وكان له من الحسن والمزية والفخامة ما تعلم أنه لا يكون لو أخر فقيل: قل أأتخذ غير الله وليا وأتدعون غير الله
وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا، وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك، وأيكون جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك، ولا يكون شيء من ذلك إذا قيل أتخذ غير الله وليا، وذلك لأنه حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقط ولا يزيد على ذلك فعرفه. هل استطعنا أن نفهم الفرق بين قل أغير الله أتخذ وليا، قل أتخذ غير الله وليا؟ هنا الشيخ هنا يريد أن يدلك على فضل التقديم. حينما قال ربنا أغير الله أتخذ وليا، فهناك اتخاذ واقع وهناك متخذ، والإنكار في المتخذ. أنا عندي ثلاثة أشياء في الجملة، عندي اتخاذ بتأخيره فهو واقع، وعندي متخذ بتأخيره هو ثابت، والخلاف فقط فيما في المتخذ. فتوجه الإنكار إلى المتخذ، هذا أمر يطابق الواقع، لأنه في الواقع هناك اتخاذ وهناك متخذ أولياء غير الله من عبدة غير الله سبحانه، وأن الخلاف في المعبود. فجاء التركيب القرآني موافقا لهذا الحال. لماذا؟ لأن هذا هو لب القضية، لب القضية في المتخذ، لا في طريقة الاتخاذ ولا في من يتخذ، وإنما لب قضية التوحيد في المعبود، لا في طريقة العبادة ولا في من يعبد، ولكن الخلاف كله في ماذا؟ الخلاف كله في المعبود. فتوجه الإنكار إلى ماذا؟ إلى المعبود، لأن هذا هو الواقع. ولو جاء أتخذ غير الله وليا لخالف الواقع، ولا ما صادف البلاغة، ولا ما أدى المراد. هذا ما يريد الشيخ أن، لأنك إن يعني إن وجهت الإنكار إلى المعبود وانتهى القول إلى الاتفاق على المعبود، فسقط الأمران الآخران بالتبع. يبقى أنا سأنظر كيف يكون الاتخاذ ومن المتخذ بعد ذلك، فذلك هو الأصل فقدم هنا. وكذلك الحكم في قوله تعالى فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشرا لم يكن بمثابة أن يتبع ويطاع وينتهي إلى ما يأمر ويصدق أنه مبعوث من عند الله تعالى وأنهم مأمورون بطاعته، كما جاء في الأخرى إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا، وكقوله عز وجل إن هذا إلا بشر مثلكم. الشيخ هنا يعلمك طريقة، يعني أنك إذا نظرت إلى معنى قرآني لابد أن يكون إزاء ناظريك كل المعاني المتقاربة حتى تستطيع أن تفهم البنية البلاغية الصحيحة، تأتي بالمعاني المقاربة لهذا المعنى في القرآن حتى تدرك هذا الأمر. فهذا هو القول في الضرب الأول، وهو أن يكون يفعل بعد الهمزة لفعل اللي هو الإنكار. وأما الضرب الثاني وهو أن يكون يفعل لفعل موجود، فإن تقديم الاسم يقتضي شبيها بما اقتضاه في الماضي اللي هو الإيه؟ هو قلب المسألة هنا. يعني أتاك في الفقرة 14% بالضرب الثاني وهو الإنكار، وأتاك في الفقرة 15% بالضرب الأول وهو التقرير، بأن يقر بأنه الفاعل أو الإنكار أن يكون الفاعل. فمثال الأول قولك للرجل يبغي ويظلم أأنت تجيء إلى الضعيف فتخصب ماله، أأنت تزعم أن الأمر كيت وكيت. وعلى ذلك قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومثال الثاني أهم يقسمون رحمة ربك،
يبقى إذن هنا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إنكار على الفاعل. أهم يقسمون رحمة ربك؟ إنكار على الفاعل. لكن الإنكار الأول إنكار ماذا؟ تكذيبي أم توبيخي؟ يعني لا ينبغي أن يكون، يعني لا ينبغي أن يكون منك إكراه. لكن أهم يقسمون رحمة ربك؟ لن يكون منكم قسمة لرحمة ربكم. طب نقف عند النفي حتى تكون فقرة جديدة. وعلى أي حال الشيخ بالنفي أيضا يريد أن يؤكد على أن المزية للنظم، وكل الكتاب قائم على هذا. فالذين يكتبون عن نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر يكتبون عن الكتاب كله. الله الله على الأزهر، الله الله، الله أكبر.